مؤخرا تلقت الشرعية هزيمتين ثقيلتين أسفرت عن خسارتها الاثنتين من أهم إنجازاتها خلال الخمسة الأعوام الماضية من الحرب، وهما نهم ومركز محافظة الجوف. هذه الخسارة القاسية دفعت الكثير للتساؤل عن مدى قدرة الشرعية على قيادة اليمنيين نحو هدف استعادة الدولة وإنهاء الحرب. كانت نهم والجوف تعدان حتى وقت قصير أقرب بوابات الوصول إلى صنعاء، لأن تلك البوابتين أغلقتا الآن، وخسرت الشرعية منطقتين مهمتين في الحسابات العسكرية والسياسية، ومعهما فقدت الشرعية مزيدا من الدعم من جانب الشارع اليمني. منذ أكثر من عام لم تحقق الشرعية أي نجاح في معركتها مع ميليشيا الحوثي، بل على العكس من ذلك خسرت الكثير من المناطق التي كانت قد سيطرت عليها سابقا، ويأتي هذا بالتزامن مع خروجها من العاصمة المؤقتة عدن على يد الميليشيات المدعومة إماراتيا، وهو ما أثار الكثير من النقاش حول الشرعية وقدرتها على حمل تطلعات اليمنيين نحو أهدافها. يقول البعض أن المشكلة في السلطة الشرعية ومن خلفها التحالف، لذين أصبحا يعملان بشكل أو بآخر لتحقيق أهداف ميليشيا الحوثي، وبالتالي فإن الطريق إلى هزيمة الحوثيين يمر أولا عبر إسقاط الشرعية وإخراج التحالف من اليمن. على الجانب الآخر يرى فريق أن ما يحدث ليس بذلك السوء، وأن هذه الهزائم ليست أكثر من تراجع لن يستمر، وأن هزيمة مشروع استعادة الدولة غير وارد، كما أن التحالف لا يزال حليفا مخلصا للشرعية ولليمنيين، وداعما أساسيا لهم في حربهم ضد الحوثيين حتى تحقيق هدف الحرب. للنقاش سيكون معنا من مسقط عاصمة العمانية الصحفي أنيس منصور، ومن الرياض سيكون معنا المحلل السياسي محمد السمان. وأبدأ بالسؤال المشترك في هذه الحلقة، ووجه السؤال بداية للأستاذ محمد السمان من الرياض. أهلا بك أستاذ محمد. والسؤال: خلال الأسابيع الماضية خسرت الشرعية أهم جبهتين في معركتها مع ميليشيا الحوثي، وأبرز إنجازين ربما يمكن أو كان للشرعية أن حققتهما خلال خمسة أعوام من الحرب، الجوف ونهم، مركز الجوف ونهم. هل وصلت الشرعية إلى لحظة السقوط النهائي؟ في البداية تحية لك أستاذ سامي ولضيفك الكريم ولمشاهديك ومتابعيك. في الحقيقة لا نستطيع أن نقول أن الشرعية خسرت. صحيح هناك تراجع، هناك سقوط بعض الجبهات، لكن لابد أن ندرك جميعا أن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا، سواء كنا كانت قيادات عسكرية، قيادات مسؤولة، أو كنا نخب وسياسيين. فمعركة تحرير واستعادة اليمن تقع على عاتقنا جميعا. ثانيا، النقطة الأخرى المهمة وهي أن المعركة كر وفر، وبحسبة يعني ميدانيه او حسبه عسكريه المعارك عادتها هكذا، من ياخذ باسباب الماديه واللوجستيه والعسكريه والميدانيه على الارض طبيعي ان ماذا ان يتقدم. هناك حصل تقطير بالفعل، هناك حصل نوع من التهاون، هناك حصل نوع من عدم اخذ الامور بمحمل الجد، فحصلت هذه الانكسارات الاخيره سواء في نهم او الجوف. لكن لا يعني هذا أن نقول أنها نهاية المطاف أو انتهت الأمور. لا، هناك جولات سنشهدها جميعا، سواء على مستوى الشرعية أو على مستوى النخب السياسية أو على مستوى يعني نحن معنيين جميعا. لابد أن نعلم أن نحن معنيين جميعا بماذا؟ بمعركة استعادة اليمن. إما أن يختطف اليمن منا ويغيب إلى عشرات السنين للأمام ويكون مشروع إيران في اليمن، وإما أن تتضافر جهودنا جميعا على كل المستويات، سواء من كان في منصب حكومي أو في منصب عسكري أو في كان من النخب السياسية أو الإعلامية أو حتى على مستوى الشارع. نحن معنيين جميعا في معركة تحرير واستعادة اليمن، حتى وإن لم يبقى سوى اليمنيون أنفسهم يجابهون ماذا؟ مشروع إيران في اليمن. طيب أستاذ محمد، إذن تقول ربما حدث تقصير والأمور لم تؤخذ على محمل الجد، من يتحمل مسؤولية هذا التقصير؟ حقيقة هذا التقصير نشترك فيه جميعا،
يشترك فيه اولا المعنيين بالجانب العسكري باعتبارهم هم الخط الاول في المعركه كتقييم للجوانب العسكريه على الارض، فنشترك اولا فيه جميعا، وتشترك فيه القيادات السياسيه، ويشترك فيه اولا في المقام الاول المعني بذلك هم الجانب اليمني، باعتبار ان هذه المعركه هي معركتهم الاولى، وهم المعنيين باستعاده اراضيهم والتحرير واستعاده الدوله. ثم يشترك معنا الاخرون الذين اسندونا وهم التحالف العربي، نحن معنيين واياهم في معركه مصيريه، هذه المعركه المصيريه هي استعاده اليمن، اما ان يستعاد اليمن ويصبح امنا مستقرا، او لا سمح الله ان يختطف اليمن ويكون بؤره لايران لزعزعه دول الجوار، ليكون كذلك منصات لصواريخ ايران وطائرها طائراتها المسيره، فنحن في معركه مصيريه مشتركه سواء كنا في الجانب اليمني او كان اسناد التحالف من جهه اخرى، نحن معنيين جميعا. طيب. وعند التفصيل طيب استاذ محمد ساعود لك المعني التفصيل طيب. المعني بذلك هم من كان في الميدان كان على ماذا طيب. على وجه الخطوط. اذهب بالسؤال المشترك لضيفي الاستاذ انيس منصور. استاذ انيس منصور، اذا من ابرز انجازات الخمسه الاعوام الماضيه من سنوات الحرب في اليمن ربما كانت نهم والجوف، بسقوطهما هل نستطيع أن نقول أن الشرعية وصلت إلى لحظة السقوط النهائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين. أنا أريد أن أقول أن هذه هي ليست السقوط ولكنها مقدمات للسقوط، مقدمات للسقوط. السؤال الذي يطرح نفسه ضيفك يتحدث بنوع من التفاؤل ويعتبر ويقلل من الهزيمة التي حصلت. لا، علينا أن نعترف أن هناك ليس أخطاء، ولكن هناك أخطاء مع سبق الإصرار والترصد، هناك تخطيط مخطط لإسقاط ما تبقى من الشرعية. على سبيل المثال يعني عناصر الهزيمة التي حصلت في الجوف ومارب هي عدة عوامل، دعني أعرضها واحدة واحدة. أول شيء تشتيت الجهود، الجيش الشرعية شتتت جهودها بفعل التحالف، فخلقت معارك داخل عدن، وخلقت معارك داخل شبوة، وخلقت معارك داخل المهرة، وخلقت معارك في كل أرجاء اليمن وفي كل مكان. هذه أولا. ثانيا التخطيط، أنت عندما تنظر إلى المنظومة العسكرية التي تقاتل لا يوجد تماسك عسكري، فالقوات المتواجدة في الجوف تخضع مباشرة للقائد السعودي الموجود في يعني المشرف على هذا، بعيدا عن وزارة الدفاع، بعيدا عن إشراف وزارة الدفاع. ثانيا، وهذا يؤكد على سوء إدارة المعركة، وهذا يؤكد على سوء إدارة المعركة، ناهيك عن موضوع مهم جدا يا أخ سامي، وهو غياب القيادة. يعني تصور أنت جيش يقاتل والقيادة موجودة في الرياض محبوسة، عندما يكون القائد غائب عن أرض المعركة أو حتى عن قرب من المعركة أو حتى عن خلف المعركة أو حتى عن مئات الكيلومترات من المعركة، هنا يكون الهزيمة واضحة. إذا كان القائد اليوم لا يستطيعون العودة إلى أرض المعارك أو إلى مناطق آمنة لقيادة دف الدولة وإدارة الشرعية، فما هو قيمة للشرعية أصلا؟ وكيف سيقاتل الجندي على ذلك؟ ناهيك على أن النقطة الثالثة، تصور أنت الجيش اليمني مضى له أكثر من 9 أشهر بدون رواتب، جيش يقاتل في البرد، في الصحراء، في البر، في البحر، في الجبال، وهو بدون رواتب، بينما القوات المتمردة والميليشيات في عدن تستلم الرواتب نهاية كل شهر بما يعادل 1500 ريال سعودي، بينما يستلم الجندي ما يقارب أقل من 500 ريال. انظر أولا فارق الصرف، فارق القيمة التي يستلمها بانتظام ميليشيات خارج إطار الدولة من صناعة التحالف، وبين الجندي الذي له 6 أشهر لم يستلم راتبه أو 9 أشهر. إذن الخلل أيضا في خذلان التحالف. يا أخي أنا أسألك وأسأل ضيفك وأسأل المشاهدين، لو كان هذا السقوط وهذا الاعتداء في محافظة المهرة اليمنية
سيسمح التحالف بسقوطها؟ سيسمح التحالف بإسقاطها؟ لا، لأنها موقع استراتيجي هام حرف عن المسار واتجه إلى المهرة. المعدات، الآليات، الطيران، تصور أنت يعني 17 قاعدة عسكرية موجودة داخل محافظة المهرة. هذه القواعد لو كانت سعودية، لو كانت موجودة في الجوف، ستغير المعادلة وستغير المعركة وستغير كل شيء. ثانيا، طائرات أبتسي الجوف منطقة صحراوية مفتوحة. الخبراء العسكريين يؤكدون على أن هذه المناطق المفتوحة تستطيع الطيران الأبتسي أن يحقق طيب انتصارات بالكثير ويجهز طيب على العدو. سنناقش هذه النقطة أستاذ منصور بالكثير من التفاصيل. لماذا الطيران طيب موجود طيب سنناقش المهرة؟ طيب سنناقش الأسباب والتداعيات وعلاقة التحالف بذلك بالكثير من التفصيل لاحقا في هذه الحلقة. أعود للأستاذ محمد السمان. أستاذ محمد السمان، 5 أعوام من الحرب مضت، ومع كل ذلك لا تزال ميليشيا الحوثي قادرة على تحقيق الانتصارات، ويبدو وفق المجريات والمعطيات الأخيرة أصبحت أكثر قوة مما كانت عليه. البعض يقول ربما أن الخيار العسكري بالنسبة للشرعية والتحالف يبدو أنه أصبح مشكلة في حد ذاته. في البداية دعني أولا أعلق على ما ذكر الأستاذ أنيس عندما يقول لا قيمة للشرعية. هل ندرك يعني معنى هذا الكلام؟ ولمصلحة من يصب هذا الكلام؟ يعني أولا يصب هذا الكلام لمصلحة ميليشيا الحوثي. أنا أدري أن أخي وزميلي الأستاذ أنيس منصور لا يقصد ذلك، لكن لابد أننا نحرر ألفاظنا. اليوم البعض يعيش حالة من الانهزامية في الخطاب مما يجعله طيب يسقط. هذه النقطة سنناقشها معك في المحور الثاني، أنه الشرعية هل ما زالت تمثل اليمنيين؟ سنناقش هذه النقطة فيما يخص الشرعية. تمام أستاذ محمد، على ما ذكرت من طيب حتى لا نتجاوز النقاط ودعنا في تراتبية الحلقة يعني ومحاورها، سنناقش هذه في المحور الثاني. لكن الآن هل لديك إجابة عن سؤالي أنه ربما اليوم الخيار العسكري أصبح مشكلة بالنسبة للشرعية والتحالف، وأن الحوثي أصبح أقوى ربما؟ نحن بحاجة اليوم يعني لا يمكن أن نتجاوز أن أن أو أن أن ننكر أن هناك تقصير مشترك سواء كان في صف الشرعية أو في صف التحالف. نحن نحتاج اليوم إلى إعادة تقييم المرحلة سواء كان من الشرعية معنيين في المقام الأول بإعادة تقييم وتقويم المرحلة، كذلك تقييم الشراكة بين التحالف العربي وبين الشرعية، إعادة التموضع ماذا حال بعد 5 سنوات، أين حالنا الآن، هل حققت الأهداف أم هناك تراجع أم هناك تقصير. نحن كلنا نقول أنه لابد من إعادة تقييم وتقويم المرحلة، ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق وأين ولماذا هذا التراجع. نحن مع النقد البناء، مع النقد الموضوعي الذي يؤدي ماذا الى تلافي القصور والى ان ياخذ بنا ماذا الى 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 استعاده ما تبقى من 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 تراب الوطن. نعم قد تقول هناك تقدم لميليشيا الحوثي، اذا نظرنا بنظره موضوعيه سنجد ان هناك ضغوط دوليه سواء على الشرعيه او على التحالف، هناك ضغوط لعدم تحرير الحديده. لابد ان ننظر الى المعطيات الدوليه، المعطيات الاقليميه، المعطيات على الارض، لكن هذا لا يعفينا جميعا ولا يعفي الشرعيه ولا التحالف من المضي قدما نحو ماذا؟ نحو يعني تحقيق الهدف الاستراتيجي وهي استعاده اليمن وعوده الشرعيه. تقدم الحوثي الاخير هو نتيجه لتوقف كثير من الجبهات او معظم الجبهات سواء جبهه الساحل او جبهه تعز او غيرها من الجبهات. هذه عندما تتوقف بعض الجبهات يستطيع الحوثي ان يرتب وضعه وان يهاجم في جبهات اخرى مستغلا حاله الركود في هذه الجبهات. ولكن نحن الان او امام الشرعيه هذه الفرصه، من الذي يعني بادر بالهجوم على نهم؟ من الذي بادر بالهجوم على 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 الجف؟ كل تلك المعطيات تعطي للشرعيه وللتحالف العربي مزيدا من التحلل من تلك الضغوط والشرعيه والتحالف والشرعيه والتحالف لماذا لا تتعامل بالمثل وترمي بالقرارات الدوليه في الحائط والضغوط التي مفروضه؟ لماذا الحوثي لا يذعن لذلك وكما تقول هو من بدا بالتصعيد في هذه الجبهات؟ اليست الشرعيه ذات صاحبه قضيه؟ نعم
نعم، لابد أن تتحرر كما ذكرت الشرعية من تلك القيود الدولية، ولكن لابد أن نعلم أن التعامل من قبل الدولة بغير ما تتعامل ميليشيا الحوثي، ميليشيا الحوثي هي ميليشيا منفلتة، ميليشيا لا ترعوي ولا ترتدع لا بقرارات أممية ولا بماذا بمجلس الأمن ولا دول ولا غيرها، فلذلك هي لا تلقي بالا لتلك القرارات، لكن بينما تعامل الشرعية أو الحكومة الشرعية والدولة والحكومة ومن خلفها إسناد التحالف هي تراعي تلك تراعي الأمم المتحدة، تراعي المحيط الدولي والقرارات الأممية، لكن نقول الآن الفرصة مؤاتية أمام الشرعية ومن خلفها إسناد التحالف إلى أن ماذا أن يتحرروا من تلك الضغوط، وأن ماذا يسارعوا إلى إعادة ترتيب الصفوف. لماذا؟ أولا للانفكاك من فخ ستوكهولم الذي وقعت فيه الشرعية في ماذا في إيقاف معركة تحرير الحديدة. الآن هم يعني مضى أكثر من عام على اتفاق السويد أو ستوكهولم ولم يحقق منه على الأرض شيء، ولم تسلم الموانئ، ولم ينسحب الحوثي من الحديدة ولا ثم في المقابل قام الحوثي أو ميليشيا الحوثي ماذا بالهجوم على نهم والهجوم على الجوف. الآن لابد أن يضعون المبعوث الأممي في ماذا أمام استحقاق لماذا لما يزعم أنه ماذا هناك مبشرات للسلام وغيرها، لابد ماذا أن يضعوها أمام استحقاق، إما أن ترخ للسلام وإما أنهم في حل ماذا في استعادة ما تبقى ولا ينتظرون الإذن من أحد. ينبغي على الشرعية أن تتعامل ماذا من منطلق مسؤوليتها وواجباتها ماذا الدستورية والوطنية تجاه بلادها. طيب أستاذ أنيس منصور، ونحن نتحدث في إطار السؤال العام، هل فشلت الحرب في تحقيق أهدافها؟ البعض يتحدث عن عبثية المسار العسكري وكأنه خيار بوسع اليمنيين التخلي عنه، فيما الحقيقة تشير إلى أنه ليس بوسع اليمنيين الوصول إلى اتفاق مع ميليشيا الحوثي ينهي هذه الحرب، وأن الحرب مسار إجباري كما يقول الكثير. طبعا يا أخي، أعتقد أن كل ما ذكرت من تحليلات ومن عدة خيارات موجودة في انهزام المسار العسكري واردة وحقيقية، وأسلفت لك الحديث أن الجيش نفسه غير مرتبا عسكريا، الجيش نفسه يعاني من حالة تشتت كثرة القيادات وتعدد الولاءات وتنوعها، وهذا واضح وضوح الشمس. هناك ألوية موجودة في الحد الجنوبي وألوية في محافظة الجوف لا تخضع لوزارة الدفاع. ماذا يعني ذلك؟ هذا أولا. الأمر الآخر يا أخي، عندما يقول الأخ لابد أن تخرج أن يخرج من الضغوطات، نحن نقول لابد أن تخرج الشرعية من ضغوطات التحالف ومن معارك التحالف الأخرى التي انحرفت عن المسار. الأمر الآخر عندما يقول على أن الميليشيا الحوثية هي ميليشيات فوضوية، طبعا صح فوضوية وغير قانونية وغير كذا، لكن الفرق ما بين الميليشيا الحوثية والشرعية أن الميليشيا الحوثية ذات قيادة وقواعد متسقين منظمين مرتبين، بينما الشرعية وزراء ولاءهم مع الإمارات، وزراء في حالة صمت موت سريري، وقادة عسكريين لا يعلم أين هم، لا يأتون إلا وقت الراتب، وبعضهم مرتبطين بالسعودية وبعضهم مكوشين حول الرئيس عبد الرب منصور هادي. انظر أنت، هذه المهزلة الموجودة داخل الشرعية هي عامل من عوامل الفشل، عامل من عوامل الانهزام. هذا هو الحال يا أخي. القضية اليوم إذا أراد التحالف أن يحقق نصر، والله ثم والله أن التحالف يستطيع أن يدخل إلى صنعاء، لديه من العتاد ومن القوة ومن الإمكانيات ومن أيضا قوة الأرض اللي هو المقاتلين الذين يريدوا أن يتخلصوا من الميليشيات الحوثية. لكن هناك سيناريو الآن قلب الأوراق. سبب اتفاق السويد والتنازل الذي قدم في السويد لم يكن تنازلا من الشرعية، كان عبارة عن ضغط سعودي، كان عبارة عن مقايضة في قضية خاشقجي. كان الضغط الدولي حينها على السعودية فيها قضية الصحفي السعودي الذي قتل في سفارة أو في القنصلية السعودية، كان هناك ضغط كبير جدا، فاستسلمت الشرعية لضغط محمد بن سلمان، وعلى ضوءها تمت
التنازل عن ذلك بعد ان كانوا قاب قوسين او ادنى. اليوم تصفيه يعني يتم تقديم تنازلات من الساحه اليمنيه او من المعركه اليمنيه لمصلحه الضغوطات التي تمارس على التحالف او حتى خصوصا على بعض دول التحالف. طيب استاذ محمد السمان تقول انه لابد من ان تتحرر الشرعيه والتحالف من ضغوط المجتمع الدولي، يرد عليك الاستاذ انيس منصور ويقول اولا تتحرر الشرعيه من ضغوط التحالف وتبتعد عن معارك وحسابات قيادات التحالف، ما ردك؟ حقيقه نحن الان نحن والتحالف في معركه مصيريه. لابد ان ندرك هذه النقطه ادراكا مهما، سواء كنا نحن في صف الشرعيه او الجانب الحكومي اليمني او كان التحالف في المقابل، نحن في معركه مصيريه في مصير مشترك نحن واياهم. اي تراجع لمعركه اليمن، اي تهاون في معركه اليمن وعوده الشرعيه هو في المقام الاول يصب في مصلحه ايران. وهذا ما يدركه اخواننا في التحالف جيدا. صحيح كما ذكرت هناك ضغوطات دوليه، هناك يعني ممارسه على التحالف او على الشرعيه، لكن هذا لا يعفينا جميعا من منطلق المسؤوليه اننا كيف نتحرر من هذا. اما ما يقوله زميلي او الاستاذ انيس في حول ضغوط التحالف، نحن معنيون اولا في الجانب اليمني، نحن معنيون ماذا بمعركتنا المصيريه في تحرير بلادنا، واسناد التحالف هو اسناد لنا. لو نفرض مثلا ان التحالف رفع يده عن الحكومه او قال او تخلى او قال لن استمر، هل نتوقف نحن عن معركة تحرير اليمن؟ سيستمر اليمنيون في كفاحهم ونضالهم لاستعادة بلادهم. برأيك أستاذ محمد السمان، الأفضل اليوم للقضية اليمنية ولاستعادة البلاد ومؤسساتها وإسقاط الانقلاب أن يبقى التحالف أو أن يرفع يده عن الوضع في اليمن؟ نحن الآن في معركة مصيرية، لا نستطيع نقول الرفع أو نقول، نحن في معركة مشتركة مصيرية. دعي التحالف بخطاب من الرئيس هادي نتيجة تدخل إيران ونتيجة اختطاف. طيب نحن في معركة مصيرية، هذه المستجدات الأخيرة وسقوط هاتين المنطقتين المهمتين نهم والجوف، ألا تستدعي من اليمنيين التوقف للحظة والتفكير أيهم أفضل، بقاء التحالف أو مغادرته؟ وهذا الذي ندعو إليه نحن ونتكلم ونصيح به، نصيح به نحن ونحن في صف الشرعية ومن منطلق مبدئي. حتى مع وقت ما كنا في صنعاء انطلقنا في دفاعنا عن الشرعية عن بقايا وجود الدولة. اليوم أي إسقاط للشرعية ومن يتكلمون اليوم ويهاجمون الشرعية ورموز الشرعية ومؤسسات الشرعية لا يدركون ما هو البديل. البديل هو شرعنة الانقلاب، البديل هو شرعنة الانقلاب سواء كان الانقلاب الحوثي أو شرعنة الوجود الانفلات والبقايا الدولة، ومعنى ذلك أن تختطف الدولة إلى عشرات السنين. نحن نقول مع وجود هذا الضعف وجود هذا التشظي في 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 جسد الشرعية، صحيح هناك حالة من التراشقات سواء البينيه بين مكونات الشرعيه، هناك حاله من الـ من الـ من القصور، حاله من الفتور، حاله من الضعف، حاله من التشظي لاسباب كثيره ربما تعود بعضها الى احداث 2011 وحاله الصف الجمهوري الذي استطاع الحوثي ان يعني في حاله ضعف في الصف الجمهوري ان يتغوغل في جسد اليمن وثم يختطف في لحظه تاريخيه اليمن. نحن اليوم معنيين ماذا؟ باعاده ترتيب صفوفنا على المستوى اليمني وعلى مستوى كذلك الشراكة الحقيقية بين الشرعية والتحالف. طيب هل يمكن أن توضح أستاذ محمد السمان لماذا عدت بالزمن إلى 2011؟ ما الذي تريد تقوله وما الذي تريد أن تحمله ل 2011؟ نقول يعني نحن حالة الانقسام الحاصلة اليوم في صف من حتى من هم يقاتلون الحوثي يعني ينظرون الى 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 صف الشرعيه او الى بعض مكونات الشرعيه نظره الاحداث التي جرت في اليمن 2011، لا نستطيع ان نفك الاحداث عن بعضها البعض. نحن نقول لابد جميعا ان نقدم تنازلات لبعضنا البعض، لا سيما من يقاتلون اليوم الحوثي، ان يلين البعض لبعض لاخوانهم، سواء كان هذا في المؤتمر الشعبي العام او كان كذا في بقيه الاحزاب الاخرى المنضويه في الشرعيه، ان نضع ايدينا مع بايدي بعض من اجل استعاده البلاد. ثم اي امور اخرى سياسيه تطرح على 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 طاوله الحوار. اليوم نحن كاحزاب سياسيه ونخب مجتمعيه وكذلك اعلاميين معنيين في المقام الاول في على المستوى اليمني
أن نأخذ بأيدي بعضنا للململمة الصفوف نحو استعادة بلادنا، ثم بعد ذلك نجلس مع شركائنا في التحالف العربي لتقييم المرحلة. نحن لا نعفي الشرعية ولا التحالف أن هناك أخطاء مشتركة، هناك حالة من القصور، هناك حالة من الضعف، لكن لا بد علينا أن ندرك أن أي إسقاط للشرعية، أي يعني ترويج للهزيمة اليوم ما يصب إلا في مصلحة الحوثي، ولا يصب إلا نحو ترسيخ الانقلاب ونحو كذلك اختطاف عدن. أي انقلاب اليوم، أن أي ترسيخ للانقلاب في صنعاء هو يصب نحو كذلك ماذا؟ اختطاف عدن وعدم عودتها إلى حضن الشرعية. طيب أستاذ أنيس منصور، الترويج للهزيمة والهجوم على الشرعية يخدم الحوثيين أكثر ويضعف موقف الشرعية، وأنه لابد من لملمة الصفوف وإعادة تقييم المرحلة والموقف، وأن الجيش الوطني والشرعية الذين في لحظة ما من هذه الحرب استطاعوا تحقيق انتصاراتهم قادرين على كسب جولات قادمة واستعادة ما سقط من بين أيديهم. أخي العزيز، اليوم المشكلة يعني نحن متفقين والشعب ملتف على أن الشرعية هي المنقذ وهي الخلاص، وأنه لا خيارات أخرى غير الشرعية. لكن يا أخي، المشكلة اليوم أن التحالف هو من خلق شرعيات موازية لهذه الشرعية، التحالف هو من أضعف هذه الشرعية، التحالف هو من اختطف القرار السيادي والسياسي والعسكري من الشرعية، التحالف هو الذي أوصل أتى بطارق عفاش ليكون ندا ضد عبد ربه منصور هادي ولم يعترف بشرعية عبد ربه منصور هادي، التحالف هو الذي دعم عبد ربه منصور هادي لضد قرارات أو ضد أحمد علي، يعني هو الذي يدعم الانتقالي ضد الشرعية ويدعم الشرعية ضد الانتقالي، وهكذا يلعب على ثقافة الصراع الداخلي. في المقابل هو من يتوسع على المطارات، وهو من يتوسع على المنافذ وآخر منفذ شحن في المهرة، وهو من يتواجد بقوته وقديده في الجزر، وهو من يتواجد في معارك أخرى لو سقرت هذه المعارك وهذه الإمكانيات وهذه الجبهات في دعم الجبهة العسكرية الشرعية لكنا حققنا انتصار. لكن التحالف يلعب على وتر الصراع، ومن مصلحته أن يقوم الحوثي ويتمدد، ومن مصلحة لأنه هو من أسقط صنعاء في البداية وأسقط عمران بشهادتهم نكاية بالإصلاح. واليوم هم يقولوا أن احنا سننتصر، لكن من سيأخذ النصر؟ خايفين أن يأخذ النصر هو الإصلاح، وبالتالي يقول لك أن معركتنا لا قيمة لها، فلا بد أن نلعب على هذا الوتر وعلى هذا التوازن حتى يضعف الجميع، ينتهي الجميع، لا يبقى شيئا من الجميع. هذا هو نظرة التحالف. لا نكذب على أنفسنا، لا نغالط ضمائرنا، علينا أن نكون واقعيين. نحن اليوم بحاجة إلى الاستغناء عن الشرعية وتشكيل مجلس عسكري، إما أن يقرره ويوافق عليه مجلس النواب، وإما أن يخرج الرئيس من العزلة الذي هو يعيش فيها ورئيس الوزراء. وما هو الفرق سيكون ما بين هذا المجلس العسكري الذي تدعو إليه أستاذ أنيس؟ قد حققنا طيب إنجاز وتترى أستاذ أنيس، ما الفرق ما بين المجلس العسكري الذي تدعو إلى إنشائه وتأسيسه وما بين مجلس مهدي المشاط في صنعاء؟ هناك فرق كبير جدا. اولا ان المجلس العسكري يستند على حقيقه يعني على اطر قانونيه دستوريه دوليه، هناك قانون دولي يعني في مرحله الخروج عن اطار المسار الوطني، هناك مسار، هناك دستور ايضا وقانون يكفل في هذا الاتجاه في حاله موت الشرعيه او انتهائها او كذا. المجلس النواب في حاله عدم وجود قرار للرئيس، عدم وجود قرار لرئيس الوزراء، في عدم وجود قضاء، المجلس النواب يعتبر هو المقرر الأساسي
لهذه العمليه. ثانيا انه طيب مجلس النواب فقط نحن طيب مجلس النواب استاذ انيس في الداخل. مجلس النواب الذي تتحدث عنه ممكن يكون بديل؟ اليس الان على راي طيب من العزل قبل قليل كنت تتحدث عن طارق محمد عبد الله صالح واحمد علي عبد الله صالح ومجلس النواب سلطان البركاني القيادي المؤتمري المعروف سابقا، ولن تكون لديك مشكله اخرى مع سلطان البركاني ايضا؟ فرق بين سلطان البركاني وبين طارق عفاش. سلطان البركاني خرج اول يوم من الانقلاب وكان ضده، لانه معروف هناك صراع من ينتمي الى المذهب الشافعي ويرفض الحوثيين وفكرهم وعقيدتهم، قرروا مصيرهم وهو مؤتمري، لكن اول من خرج من صنعاء يوم ان تحالف وكان ضد التحالف الذي جمع ما بين عفاش وما بين الحوثيين. هذا موقف سلطان البركاني وهذا موقف تاريخي يشهد له، لابد ان نعترف. ثانيا طارق عفاش كان يقاتل ويقول اقتلوهم بالقناصه الى قبل سنه ونص، وكان هو يعني هو ابو علي الحاكم في صف واحد وفي جندي واحد، وهو الان يقاتل مش من اجل الوطن ومن اجل الجمهوريه، هو الان يقاتل انتقاما لمقتل عمه. هذا ما تحدث به كثير من القاده العسكريين وايضا القاده المؤتمرين. لكن طارق عفاش كما تقول لديه مواقف وتصريحات واضحة أنه اليوم مع الصف الجمهوري ويقاتل لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. دعنا نأخذ بالتصريحات على الأقل المعلنة والظاهرة، وليس هو أول قائد عسكري في البلاد يتحول من صف إلى صف آخر، هناك كثير من القيادات العسكرية تحولت من طرف إلى طرف خلال هذه السنوات الأخيرة والحاسمة في تاريخ اليمن. التصريحات المغرقة، هل يستطيع طارق عفاش أن هل يستطيع الان انا اتحدى طارق عفاش والمؤتمر، هل يستطيع طارق عفاش ان يلتقي بالرئيس عبد الرب منصور هادي ويعترف بشرعيه الرئيس عبد الرب منصور هادي؟ هل الصف الجمهوري ان تقاتل بعيدا عن ولي الامر وبعيدا عن رئيس الدوله وتشكل لك قوات موازيه ضد الوطن وضد الشرعيه بحكم انك تقاتل ضمن منظومه التحالف او ضمن منظومه اخرى؟ ما لا يستطيع يا اخي، هنا كما يقول ضرط البعير. طيب ساعود لك استاذ انيس، اذهب للاستاذ محمد السمان. استاذ محمد السمان، اذا كما يقول استاذ انيس منصور اليوم التحالف يلعب على وتر اذكاء المزيد والكثير من الصراعات داخل صف الشرعيه، وانه من مصلحته اليوم ان يكون الحوثي اقوى ربما حتى لا يحقق نصر وينسب الى طرف من الاطراف المحليه. اولا ما ذكره ضيفك الكريم عن الاستغناء عن الشرعيه والقول بتشكيل مجلس عسكري، هل يدرك ضيفك الكريم معنى هذا الكلام؟ وانا عجبني سؤالك لما قلت ما الفرق ما بين هذا المجلس وبين مجلس مهدي المشاط وغيره من الانقلاب الذي هو يعني هذا يعطينا مدى التناقض. يعني الان لما ندعو الى مجلس عسكري ونتكلم عن الاستغناء عن الشرعيه، هل ندرك معنى هذا الخطاب؟ نحن بخطابنا هذا الانهزامي يعني نتخندق في خندق الانقلاب وخندق الحوثي سواء شعرنا او لم نشعر. يعني لا ندري ما الذي يعني يدفع بعض اخواننا الاعلاميين المتحمسين الذين تغيب عنهم الرؤيه السياسيه والرؤيه الاعلاميه والرؤيه الاستراتيجيه في خطابهم. طيب بما انك استاذ محمد السمان بما انك ابديت اعجابك بسؤالي له عن أنه ما الفرق ما بين المجلس العسكري الذي يدعو إليه أنيس منصور ومجلس مهدي المشاط، كان يفترض أن أسأله بشكل أوسع، وأيضا ما الفرق ما بين المجلس الانتقالي الجنوبي أيضا الذي تدعمه السعودية والإمارات للأسف في العاصمة المؤقتة عدن والذي أضعف ربما موقف الشرعية أكثر؟ نحن نقول أن لا سلطة لأي مكونات تمارس الملشنة سوى سلطة الشرعية والدولة. أي ممارسة من أي جهة كانت تريد أن تختطف مؤسسات الدولة أو أن تمارس يعني سلطة الدولة سواء كان في الشمال أو في الجنوب، هي في الأول والأخير تمارس ماذا؟ سلطات غير شرعية، وبالتالي فهي عبارة سواء كان معها أجنحة عسكرية أو غيرها فهي ملشنة. وقد تكلمنا وهذا جوابي عليه في ماذا سواء في المجلس الانتقالي أو غيره. نحن نقول وبالتحديد ولابد أن نعلم أن أي إسقاط للشرعية سواء بخطابنا
الإعلاني أو السياسي معنى ذلك اختطاف الدولة إلى عشرات السنين. نحن نقول مع الضعف الحاصل للشرعية ومع حالة التقصير التي حاصلة لابد أن نتمسك بالشرعية، ليس كتمسك يعني عبارة عن تمسك عن أشخاص، ولكن هو عبارة عن تمسك بما تبقى من بقايا الدولة. نحن نقول بقايا الدولة حتى نعطي المزيد من التماسك لصفوف اليمنيين حتى لا تختطف دولتهم. أما سؤالك الذي ذكرت حول يعني إذكاء المزيد من الصراعات، نحن نقول إلى الآن ما زالت هناك، ما زالت الأهداف المعلنة للتحالف العربي هي استعادة الدولة. ومتى ما تغيرت هذه الأهداف المعلنة للتحالف العربي نستطيع نقول أن يعني لابد أن تنفك هذه الشراكة، مع أننا نقول أي ممارسات من بعض دول التحالف سواء في الشمال أو في الجنوب أو في بعض المناطق يعني خارج هذه الأهداف المعلنة هي مدانة من قبل الشرعية، بل وقد قالت الشرعية بصريح العبارة لقيادة التحالف في المملكة العربية السعودية لابد ماذا من تصحيح بعض الأخطاء وتصحيح بعض الكوارث اللي حصلت في الجنوب. فهذا كله ماذا يعطينا أنه لا أننا في معركة مصيرية، نحن والتحالف لابد من جلسة تقييم وتقويم للمرحلة للشركاء سواء الشرعية والتحالف، ولا ماذا نزيد من تشظي شرعية بهذا الخطاب. طيب يا أستاذ محمد، لكن البعض يتفق مع طرح الأستاذ أنيس منصور ويقول أن الشرعية أصلا اليوم لم يعد يعنيها حتى سقوط جبهاتها وأهم المكتسبات أو المكاسب التي حققتها في الميدان، وأنه كل هذه المعركة هي فقط وسيلة لتحقيق الغنيمة للمرتبطين بهذه الشرعية، لمن هم على مائدة الشرعية، وبالتالي أنه اليوم الطريق الأقرب لهزيمة الحوثيين هي إسقاط الشرعية. هذا يصب في مصلحة من؟ إجابتي على هذا السؤال هو يصب في مصلحة من؟ إسقاط الشرعية معنى شرعنا للانقلاب. هل ندرك معنى ذلك؟ نعم، نقول هناك ضعف، هناك تقصير، لكن لابد من ماذا؟ من النقد البناء، لابد من سد هذا الضعف، لابد من إعادة تقييم وضع الشرعية. ونقول سقوط معركة هناك أو تراجع معركة هناك ليست من نهاية المعركة، لابد من إعادة رص الصفوف، لابد من تقييم حالنا الميداني والمعركة على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على مستوى الخطاب الإعلامي، على مستوى الفكري، على كل المستويات، في خطاب ماذا؟ في 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 معركة، في مسألة تقييم حالنا نحن كاليمنيين سواء كنا نخب أو كان حالة الشرعية. أما القول بأننا إسقاط الشرعية معنى ذلك أننا نشرع للميليشيا، معنى ذلك أننا نشرع لاختطاف الدولة، معنى ذلك أننا نشرع لحالة التشظي والانقسام لليمن، ونذهب باليمن إلى المجهول لعشرات السنين. وجود الشرعية على علاتها، على ضعفها، لا بد أن نحرص جميعا على وجود ماذا؟ بقايا الدولة والشرعية، ونصحح الحال من الداخل ونعلي أصواتنا. لا بد من تقييم المرحلة، لا بد من سد النقص، لا بد من حالة لماذا حالة تقييم حالنا ووضعنا. طيب دعني أستفسر من الأستاذ أنيس منصور، عندما يطالب بإسقاط الشرعية وتشكيل مجلس عسكري، من سيكون مشكل هذا المجلس العسكري؟ ما هي الطرق والأطر الدستورية والعسكرية التي يمكن من خلالها أن يكتسب هذا المجلس وهذه الآلية شرعيته؟ أنا أريد أن قبل أن أرد عليك أعطيك استهلال بسيط. إحنا اليوم نطالب بإخراج الشرعية من الرياض أول شيء قبل أن يشكل مجلس عسكري. نحن اليوم نطالب أن تخرج. هل رأيت رئيس الوزراء يوما من الأيام منذ أن تعين قاد يعني تفقد معركة أو زار جبهة؟ هل شاهدت أنت وضيفك وأنا والمشاهدين وزيرة من وزراء الدولة كلهم قاموا بزيارة ومساندة وتواجدهم في الصفوف الأمامية أو ما خلف الصفوف الأمامية؟ لا بالذات. اليوم أنا قرأت خبر أستاذ أنيس، قرأت خبر أنه علي محسن الأحمر نائب الرئيس التقى بمحافظ مارب ومحافظ الجوف وقائد قوة التحالف العربي والمقدشي ورئيس هيئة الأركان.
بعد ماذا؟ بعد خراب مالطا. الآن ما فيش قيمة للمعركة. في مثل عندنا مثل شعبي أعتقد متواجد أنه ما ينفع أن تعطي الحمار طعم وسط العقبة وسط الطريق. ما ينفع يا أخي، عندما تريد أن تزود وتريد أن تعد العدة عليك أن تبدأ من البداية من المقدمات. أما اليوم هذه عبارة عن مسكنات وإسقاط واقف فقط أمام الحرق والانتفاضات وأمام السخط الشعبي والسياسي على الشرعية. لكن اليوم مشكلتنا يا أخي، قلت لك المشكلة اليوم طيب حتى لا يمر الوقت ولم تجبني عن السؤال، هذا المجلس العسكري الذي تدعو إليه لإدارة البلاد بدلا عن الشرعية، ممن سيشكل وما هي الشرعية؟ من أين سيستمد شرعيته؟ المجلس العسكري هو مجموعة من الوزراء الأحرار والأخيار أصحاب الأصوات الوطنية المتواجدين داخل صف الشرعية. أحمد بن أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، صالح الجبواني محافظ سقطرة، العلمين العكيمي سلطان العرادة محافظ شبوة، هناك كثير من القيادات العسكرية الوطنية المتواجدة في صف الشرعية التي تتحدث بمنطق صريح ومنطق واضح، تريد اليمن الخلاص من كل الميليشيات، تناهض المشروع الإماراتي ومشروع اللعب التحالف خارج المسار، وتطالب بإنقاذا وطنيا يا أخي. هذا هو الذي نحن سنعمله. لا، كل هؤلاء هم في صف الشرعية ومن أتباع الشرعية. طيب دعني أسمع لتعليق لضيفي من الرياض محمد السمان. ما رايك بالاسماء المجلس العسكري؟ طيب ما رايك بالاسماء والحيثيه التي وضعها الاستاذ انيس منصور في رؤيته لتشكيل المجلس العسكري؟ الاسماء التي ذكرها استاذك الاستاذ انيس هي اسماء ما تزال هي في صف الشرعيه، لكن في حال انها خرجت عن صف الشرعيه او دعت لاسقاط الشرعيه هنا ستكون كارثه بالنسبه لها هي. يعني كيف سنصبغ عليها صفه قانونيه؟ كيف هم ما يزال الميسري وغيره من هذه الشخصيات التي ذكرها هي شخصيات لها جهود طيبه في صفوف الشرعيه؟ نحن نقول انه لا، يعني نحن لا نعفي الشرعيه عن حاله التقصير التي حاصله، وهذه الاصوات التي تتداعى سواء الاعلاميه او غيرها عن حجم التقصير وحجم الضعف الذي نقول عليهم ان يرفعوا اصواتهم من صف الشرعيه، عليهم ان يرفعوا اصواتهم من داخل الشرعيه لاصلاح الاعوجاج والخطا والضعف حتى ماذا؟ يقوى صف الشرعيه ثم نذهب جميعا لاستعاده البلاد. اما اي مجلس خارج الشرعيه او خارج صفوف الشرعيه معنى ذلك هي كما ذكرت انت في سؤالك السابق هي لا فرق بينه ماذا؟ وبين ماذا؟ بين مجلس المشاط او غير مجلس المجالس الاخرى. نحن نقول بل انا اضم صوتي الى صوت الاستاذ انيس أنه لابد من عودة جميع أفراد الشرعية إلى أرض الوطن. لماذا؟ لقيادة المعركة من الداخل. وجود القيادة، قيادة الشرعية والحكومة خارج البلاد، نعم هذه ما يعني هذه نقطة ضعف في 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 حق الشرعية، وأنا أضم صوتي إلى صوت ضيفك أنه لابد من قيادة على الأرض، لابد من تواجد الجميع على الأرض. طيب أشكرك جزيلا أستاذ محمد السمان المحلل السياسي، كنت معي من الرياض، والدقيقة الأخيرة في هذه الحلقة أريد أن أختم بها بسؤال لأنيس منصور. تحمل التحالف كل مشاكل وأزمات الشرعية والخسائر التي تحصل، لكن البعض يقول أنه لولا دعم التحالف لعاد الحوثيون إلى النقطة التي كانوا فيها في مارس 2015. أنا أقول لك الشعب اليمني، المعركة اليوم هي معركة الشعب اليمني والضمير اليمني. التحالف في السنة الأولى والسنة التي بعدها كان يعني حليفا واضحا وقويا وحقق انتصار، لكن التحالف منذ 2018 حتى الآن غير المسار وانحرف البوصلة وخلق لدينا معارك متعددة ومعارك تفصيلية وذهب إلى ما ذهب بعيدا عن المعركة الحقيقية وساهم في دعم الحوثيين. هناك مشروع إيراني إماراتي بريطاني، هذا المشروع هو الذي ينفذ الآن على مسار ونار هادئة، والشرعية في غفلة. لا الطيران الذي قصف الجيش الوطني في عدن
لا يمكن أن ينقذ الجيش الوطني المتواجد في مأرب. خذها قاعدة. أشكرك. وهذه نقطة مهمة. الطيران الذي قتل دعنا نختم عند هذه النقطة، وربما هي مفتاح لكثير من الحلقات والنقاشات المستمرة والمتواصلة في الشأن اليمني. أشكرك جزيلا ضيفي الكاتب والمحلل السياسي أنيس منصور، كنت معنا من عمان، وأيضا من الرياض ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي محمد السمان. شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لمشاهدي بلقيس في هذه الحلقة من فضاء حر، وتحية طاقم البرنامج، وألقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من فضاء حر. كونوا بخير.